عايز اعمل حبه ملوخيه في النطافه عشان عارف وقت الحلقه يقول لك يلا والنبي طلعني فاصل، وفاصل اللي جايه نختم انا عارف. طيب حبه المرقه اسيبهم الاول يغلوا قدام عيني، مش محتاجين مني اي شيء خالص، يعني انا ما بحبش اغلي الملوخيه جواها الملوخيه، يعني لو المرقه تبقى سخنه الافضل وهي قدام عيني كده، او بحس خلاص ان هي واخده الغليان او سخنت كويس، هبدا اسقط كيس الملوخيه، والافضل لما اعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم واعمل كده افك بس كده الدنيا معايا. وحركه لو حبيناها جربوها، ما حبيناهاش ما تجربوهاش خالص، يعني براحتكم خالص. ايه هي؟ ربع قرن فلفل صغنن في قلب الملوخيه، يا خراشي على الطعم والحلاوه. بص قد ايه ما يكملوش، حاجه صغننه جدا كده. ما انا عارف انت محتاج فاصل وانا محتاج اخلص الطبق ده، نعمل ايه؟ اديني نص دقيقه ولا دقيقه ونص، ايه رايك؟ يلا هناخد حته كده تاتش كده بس عشان ما يبقاش كله ما بيحبش الفلفل، ما يبقاش حد يزعل مننا. كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ماشي الكلام؟ كلام جميل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا حالا ثانيه واحده عشان بس ايه نظبط الدنيا. التقليب الكتير، انا عايز بس ادي نصيحه صغيره جدا، لما اقعد اقلب كتير في الملوخيه هتعمل الريم اللي حضرتك بتشوفوه دايما وبنقفل منه شويه، ده بيبقى نتيجه تفريز الخضار. اما لما بنسيبها كده يعني بالشوكه افضل من معلقه تفك معانا، مفيش اي حاجه خالص فيها، شايفين مفيش حاجه خلاص، بدي فيها سنه وهي كده لسه سنة كزبرة ناشفة. في بعض الناس تحب اديها تاتش من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل لها تاتش النهارده في طاجن زي ما حضراتكم شايفين. معلقة سمنة لطيفة بسم الله. ماشي الكلام؟ وعلى معلقة السمنة اللطيفة دي معلقة التوم الحلوة في الطاجن، وعليها معلقة كزبرة ناشفة. والله ما هنساكوا، اقعدوا زنوا كده في الفصل لحد ما اتنين مرة سايب غمج وجاري. طب ما هروح فين طيب؟ حاضر. طب ما يعني خليك معايا في اللحظة، سيبك من الفصل، الفصل رايح جاي ورايح وجاي، لكن الملوخية مش كل يوم يا بيه. معلقة التوم الحلوة وعليها معلقة الكزبرة اللطيفة، نعلي النار، نجيب بس معلقه حالا يا باشا، يلا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوح بس كده فص التوم، شايف المنظر ده؟ التقليه الحلوه دي كده. الملوخيه بص على الهادي ازاي، انا لعب كله هنا. جربوا الطريقه مش هنخسر، يعني هيبقى فيها نفس مختلف مش اكتر، لكن هي مقدرنا واحده، التوم هو واحد، كل حاجه ثابته مفيش حاجه، ولكن فكره الطاجن ده هيديها تيست حلو من واحنا شغالين. اهو بشوحها كده، حتى الطاجن ليه طعم غير السلستين او غير الالومنيوم او الحاجات دي كلها. اهو ما سيبهاش تغمق مننا، بس يا دوبك اشوف بس اللون الجولد بس او الذهبي يطلع من الثوم مش اكتر. اهو تمام تمام بسم الله، وانزل بيها على طول كده بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، شكرا ولا اي شيء، خلاص مفيش اي حاجه من الصعوبه، خلصت خلاص الملوخيه مفيهاش اي حاجه. بص المنظر عامل ازاي، ثانيه واحده طش، حتى تلاقيها صوتها غير كل الطشات. بص شوف المنظر، شوف الملوخيه خضرة ازاي، شوف في الطاجن كله في الطاجن، يعني سكه مختلفه. ما احنا دايما بنعملها في الطاسه ودايما بنعملها في الحله ودايما بنرفع ونعمل، احنا عايزين نعمل حاجه تكون مختلفه.